مقترحات صادمة ضد المهاجرين تحتويها وعود ممثل اليمين المتطرف الفائز في انتخابات البرلمان الأوروبي والحائز على المركز الأول في عدد من الدول الأوروبية كفرنسا وإيطاليا والنمسا والمركز الثاني في ألمانيا. إليكم أبرزها: قانون يسمح بطرد وترحيل المهاجرين المدانين بجرائم، تقترحه زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي ماريان لوبان التي حققت انتصاراً تاريخياً بانتخابات البرلمان الأوروبي وحصد حزبها نحو 32% من أصوات الفرنسيين، والتي استدعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحل البرلمان لإجراء انتخابات مبكرة. مركز احتجاز إداري عائم للمهاجرين في البحر لمنع وصولهم إلى الأراضي الفرنسية، وهذه أيضا فكرة طرحتها لوبان وطلبت من البحرية الفرنسية تنفيذها. طرد ما يقارب 2 مليون مهاجر من غير المندمجين في المجتمع الألماني، فكرة طرحها حزب البديل اليميني الألماني الذي احتل المركز الثاني في الانتخابات الأوروبية بالبلاد. إقامة مراكز احتجاز بدول الجوار اقتراح يتبناه حزب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إخوة إيطاليا، والذي يتعهد بخفض الهجرة الجماعية إلى إيطاليا وزيادة الاستثمار في ضبط معابر الهجرة غير الشرعية. ترحيل المهاجرين نحو دول أفريقية على غرار ما فعلت بريطانيا، فكرة يطرحها حزب الحرية اليميني في النمسا والذي حل في المركز الأول في الانتخابات الأوروبية بالبلاد.